وفي المحور الثاني سنتحدث عن مدينة حماة التي تعيش حالة من انعدام الأمن في ظل سيطرة قوات النظام على المدينة. الحديث هنا يكمن عن عمليات خطف وقتل وتزوير تجري بدون رقيب أو حسيب. طبعا صحيفة تشرين التابعة للنظام هي التي أكدت هذه المعلومات في تحقيق كانت قد نشرته منذ عدة أيام. نتابع التقرير ونعود للحديث. بعد أن أدخل البلاد في حالة من الفوضى وانعدام الأمان، نظام الأسد ينشر في الصحف الموالية له تقاريرا تتعلق بالسرقة والتشبيح والتزوير في مدينة حماة. فبحسب تحقيق نشرته صحيفة تشرين الموالية تحت عنوان جرائم تنوعت في حماة مع تصاعد وتيرة الأحداث، فقد كان عام 2013 أكثر الأعوام التي شهدت فيه المدينة أعمال خطف وقتل. ووفقا للتحقيق فقد كانت بعض تلك العمليات تتم في أسواق تعج بالسكان، إلا أن الجناة يرتكبون جريمتهم ويلوذون بالفرار. وفيما يتعلق بالبحث عن أولئك الجناة فالنظام كعادته لا يملك إلا جملته المعهودة، ما زالت التحقيقات جارية حتى اليوم لمعرفة الجناة. وهنا يطرح تساؤل، أين هي عناصر الأمن التابعة للنظام إذا كانت تلك العمليات تتم في أسواق مكتظة وأمام مرأى الناس؟ تحقيق الصحيفة لم يقف عند جرائم الخطف والقتل والتهريب فقط، بل أشار أيضا لعمليات التزوير وذكر منها تزوير الوثائق وبيان الوضع العسكري وسرقة الأختام الرسمية التي وصلت من مدينة حماة إلى مدن دمشق ودير الزور والقامشلي والسويداء، إضافة إلى مدن في لبنان. وأوضح أن تلك العمليات حدثت بشكل مكثف خلال عام 2016. وهنا نعود لنسأل أيضا، ما سر هذا الحجم الكبير من عمليات الفساد والتزوير في الدوائر الرسمية التابعة لنظام الأسد؟ وهل هذا يعني وجود نوع من التنسيق بين موظفي النظام في تلك الدوائر والأشخاص الذين قاموا بسرقة الأختام وجرائم التزوير؟ صحيفة تشرين الموالية في تحقيقها الذي بين انتشار جرائم النهب والسرقة والتزوير والتهريب في محافظة حماة وصورها على أنها مليئة بعصابات مافيوية، أثبتت أن المدينة خالية من الأمن الذي يقع على عاتق ميليشيات النظام وأذرعه الأمنية، وأن النظام وشبيحته هم المسؤولون فعليا عن تلك العصابات. إذا ما علمنا أن مدينة حماة كانت واقعة تحت سيطرة ميليشيات النظام منذ بداية الثورة السورية وحتى يومنا هذا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس الهيئة التأسيسية لحزب سوريا أولا من دمشق سلمان شبيب، وينضم إلينا أيضا الصحفي والباحث يحيى الحاج نعسان معنا من الريحانية. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم. أبدأ معك أستاذ سلمان، يعني أين هي عناصر الأمن التابعة للنظام في ظل الحديث عن خطف وقتل وتزوير وما إلى ذلك في مدينة حماة؟ اولا التقرير ورد في صحيفه تشرين الرسميه، وهذا شهاده لوسائل الاعلام الرسميه انها تضيء على اي مشكله ولا تخجل، وليس هناك اي محاوله لاخفاء اي ظاهره شاذه او مشكله تحدث في الداخل. يعني هي شهاده للاعلام الرسمي السوري. هي اولا. ثانيا انا اتمنى فعلا ان تكون يعني محاولتكم للاضاءه على هالمشكله منابعه من حرصكم على حرصنا جميعا على أمن المواطن السوري وعلى حياته وعلى أمنه وعلى أرزاقه وعلى إعادة الأمن والاستقرار. هي خوفا على السوريين حقا أستاذ، نعم. يعني سلمان بغض ذلك. النظر عن انتماءاتهم السياسية، بس خليني أرجع للسؤال الحقيقي لأنه اللي ذكرته سبق، نعم. وذكرناه في التقرير أستاذ سلمان، نعم. يعني فقط عناصر الأمن التي هي من المفروض أن تكون مسؤولة عن حماية المواطن في حماة، نعم. أين هي؟ اسمحي لي تفضل، نعم. بس بدون مقدمات طويلة أستاذ سلمان، يعني بس حتى نقدر نوصل للجواب. يعني حماة هي تحت سيطرة الدولة السورية والأجهزة الرسمية السورية، صحيح. وتحت سيطرة الحكومة السورية وليس تحت سيطرة عصابات أو شبيحة، هي تحت سيطرة الأجهزة الرسمية السورية، والدولة السورية تمارس كل صلاحياتها وكل سلطتها في كل مدينة حماة. هناك بالتأكيد ظهرت بعض المظاهر الشاذة ارتبطت بالأحداث التي شهدتها سوريا. الأعمال الأمنية كالسرقة والخطف وغيرها، بالتأكيد كانت سوريا لم تشهد مثل هذه الأعمال، خاصة موضوع الخطف. يعني أنا لم أعرف أن سوريا
شهدت مثل هذه الأعمال. هناك جرائم ارتبطت بالأحداث الإرهابية التي شهدتها سوريا طوال هذه السنوات. أما الأحداث الأمنية ممكن أن تقع في أي بلد، هناك عمليات خطف تحدث حتى في أمريكا، حتى في أوروبا هناك عمليات سطو تحدث. يعني هلا نحن عم نغطي الخطف والقتل والتزوير بسوريا مبدئيا. لا 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 عمليات الخطف كان هناك أحاديث يا أستاذ سلمان بتتحدث فيها عن تورط عناصر أمنية في هذا الموضوع، حتى يعني من ضمن التقرير يلي ذكرته يعني كان هناك حديث يدور. أستاذ سلمان فقط لو سمحت لي سمعتك للأخير، اسمع سؤالي بس لو سمحت، يلي هو أنه تورط عناصر أمنيين في عمليات الخطف إضافة لوجود سلاح وسيء استخدامه، هذا ما كنت أشير إليه. الأحداث التي شهدتها سوريا أفسح أوجدت مناخ ملائم لهذه الأعمال، ليس في حماة فقط وإنما في كل المناطق. أولا حصلت سيطرة الدولة على أجزاء يعني على قسم محدود من الأراضي السورية، انتشرت العصابات الإرهابية في أجزاء واسعة، انتشر السلاح في أيدي الناس، تواجد الأجهزة الأمنية وتواجد قوى الأمن الداخلي انحصر في بعض المناطق لانشغالهم في مهام يعني هي ليست يعني من مهامهم بالأصل، ولكن الظروف فرضت ذلك. الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه سوريا نتيجة يعني توقف عجلة الإنتاج في قطاعات كبيرة ونتيجة العقوبات الظالمة التي فرضها الغرب وخاصة أمريكا وأوروبا على الشعب السوري، هي فرضت على الشعب السوري وليس على الحكومة السورية، هم يقولون فرضوا عقوبات على الحكومة السورية، مع الأسف الشعب السوري والذي يعاني. إذن انتشار ظواهر الفقر أدت إلى انتشار هذه الظواهر، عمليات السرقة والقتل انتشرت أكثر من العادة يعني من الاعتيادة. طيب خليني أشوف رأي الأستاذ يحيى الحاج نعسان. لكن اسمحي لي فكرة صغيرة، لكن الأجهزة موجودة وتقوم بدورة وتلقي القبض على من يعني يمكن القبض عليه وتحيله إلى الأجهزة، وتم توقيف كما ورد في التقرير مئات المرتكبين. يعني أي أحد يرتكب أي عمل بالتأكيد. الزميل يحيى الحاج نعسان هو ابن مدينة حماة أو ابن ريف حماة تحديدا، يقيم حاليا في الريحانية. أستاذ يحيى، هل تتفق مع ما جاء به الأستاذ سلمان أنه لا يوجد هناك انتشار للشبيحة أو للميليشيات في مدينة حماة، وأنه هذه يعني الحالات هي فردية وعناصر الأمن تقوم بعملها؟ طيب مساء الخير اولا لك زميله وللساده المشاهدين جميعا، اهلا فيك. بالبدايه اتوقع يعني انه اليوم يعني حاليا يتم تسليط الضوء على هذه المشاكل الامنيه في مدينه حماه، ومع انه يعني من فتره طويله من سنوات وخاصه يعني في اعلام النظام السوري لم يكن يلقي الضوء على الأحداث الإجرامية أو لنقل حوادث القتل والسرقة وما إلى هنالك من حوادث أمنية قبل هذه الفترة. من فترات بعيدة كان يجري حوادث خطف كثيرة خاصة في أرياف مدينة حماة، الريف الشرقي وفي الريف الغربي كان هناك انتشار لجرائم كثيرة. صحيح، وهذا ما ذكر التقرير يحيى، وكونه يعني أنا مختص في الإعلام. يعني يحيى فقط لاستثمار الوقت، كان يغض الطرف. أنا لم أرى التقرير زميلي. هل هناك تورط في عناصر أمن النظام في هذه العمليات؟ هلا يعني لا شك في ذلك، يعني لم يكن تورط فهو غض النظر. الآن الإعلام السوري بدأ يلقي الضوء على هذا الأمر بعد أن يعني المجريات الأحداث الأخيرة لنقول في الغوطة، ويعني عندما بدأ يشعر النظام أنه بدأ يستعيد عافيته بدأ يريد أن يعود إلى ضبط الأمن، ليقول أنه يعني أنا بريء من هذه الأعمال التي كانت تجري تحت اسم النظام السوري، وهو الآن بعد يعني على ما يعني حسب ما يعتقد أنه استعاد عافيته بعد الأحداث الأخيرة، فيريد أن يعود ويحاسب هؤلاء. طبعا أنا حتى أكون منصف يعني وكإعلامي وصحفي متابع للأحداث يعني قد لا يكون التورط يعني بشكل مباشر بقدر ما يكون بغض الطرف في الفترات الماضية، لاعتبار أن هذه الميليشيات
التي وجدت لتدافع عن النظام السوري ترى من نفسها أنها هي صاحبة الفضل في يعني في المحافظة على النظام السوري، وفي فترات سابقة لم يكن النظام، يعني دعيني أقولها بصراحة، لم يكن يستطيع أصلا أن يحاسبها. اليوم وبعد يعني ما بعد الأحداث الأخيرة، وخاصة أتوقع أنا أن هذا التوجه هو توجه روسي، بأن الروس لا يريدون أن تبقى الفوضى الأمنية التي كانت موجودة ليس فقط في حماة بل في كل أنحاء سوريا كما كانت من قبل، لأننا اليوم نشهد أحداث جديدة. طيب. حديث عن حل سياسي جديد، حديث عن استعادة النظام لعافيته كما بدأوا يقولون. أستاذ سلمان، يعني هل هناك آلية واضحة لضبط هذا انتشار هذه الجريمة بشكل واضح، وأيضا لضبط العناصر المتورطين بشكل فردي، خلينا نقول مثل ما ذكر يحيى، يعني بهذه الجرائم؟ أنا اليوم شخصيا والله، وقبل أن تتكلموا معي، كنت في حديث مع مجموعة من الأصدقاء حول هذا الموضوع، وقيمنا إيجابيا التطورات في هذا الموضوع. أنا شخصيا ومن على التلفزيون السوري طالبت بضبط الوضع الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة أو التي لا تزال الدولة موجودة فيها، وهذا الكلام منذ 3 سنوات أو أكثر، وأكثر من مرة طالبت الأجهزة الأمنية بالتحرك لضبط هذا الموضوع حرصا على حياة الناس. نعم. طيب هل هذه المطالبات يعني تراها اليوم؟ نعم. نعم، تحولت لآليات فعالة؟ أنا اسمحي لي فقط أن أشير إلى أن الوضع الأمني تحسن كثيرا في حماة وغير حماة. نعم. في كل المناطق الوضع الأمني يتحسن، الدولة تستعيد عافيتها كما قال ضيفك، تستعيد وجودها، تفرض الأمن، تقمع أي تجاوز، تلقي القبض على المخالفين. تكلم عن موضوع شرق حماة وغرب حماة. نعم. هناك اسم مشهور كان يعني في مذكرات توقيف بحقه، منذ شهر تم إلقاء القبض عليه وتم سوقه إلى القضاء، رغم أن هناك مطالبات كثيرة شعبية بالإفراج عنه، يعني هناك تصور يصورونه أنه بطل شعبي دافع عن مناطق كثيرة، لكن الدولة لم ترد على هذا الكلام وتم إلقاء القبض عليه وسوقه إلى القضاء وسينال عقابه هو وغيره. بالتأكيد الدولة الأجهزة الأمنية حتى في المناطق التي لم تكن تستطيع. وضحت الصورة أستاذ سلمان، ولضيق الوقت أعذرني. كانت توثق هذه الجرائم. شكرا. نتمنى ضبط هذه الجرائم بشكل فعلي ومحاسبة جميع المتورطين، يعني ليس فقط بمطالبات. سلمان شبيب، رئيس الهيئة التأسيسية لحزب سوريا، أولا كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا لك. وأيضا الشكر موصول ليحيى الحاج نعسان، الصحفي والباحث، كنت معنا من الريحانية. مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من هنا سوريا، نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله.